قال: هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ والصوفية يتكلمون بكرامة ابن حفيظ بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. كذاب 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 بصيغة المبالغة، لأن الكذب يتكرر منه، وليست هذه بأول هناته وكذباته. فلا أحد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، فقد مات عليه الصلاة والسلام، وهو يدخل في النص، ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالميت لا يستطيع أن يرجع، وهو يعيش تلك الحياة البرزخية عليه الصلاة والسلام في قبره. ولا يجوز لأحد أن يعتقد هذه العقيدة الفاسدة، لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى التشريع وإلى ما خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ليضحكون على عوام الناس ودهماء الناس، وأن رسول الله قد رأيناه والتقينا به وقال لنا كذا وكذا، ويلا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا وكذا، ويلا نص شرعي من السنة. وهكذا في مسألة أخرى يريد يقررها على الناس هذا المدبر، يقول: قد التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه وقال لي هذا العمل فيه فضل كذا وكذا وفيه أجر كذا وكذا. وتشريع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما يتخذون هذه الذرائع للتشريع وللتمرير البدع، فيقولون رسول الله ممكن أن يرى يقظة، وقد رأى الحبيب يقظة وهو كذاب. لم يرى رسول الله رأى شيطانا في اليقظة، أما رسول الله فلا يرى في اليقظة أبدا، وإنما يرى في المنام، فمن رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأما في اليقظة فيأتيه ربما شيطان ويقول: لا أنا رسول الله، وليس على صفات رسول الله أبدا، ليس على صفات رسول الله، لا يستطيع الشيطان أن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي على صفة رسول الله، لكنه يكذب على المغفل هذا الذي قد أشرب قلبه بالبدع وأشرب قلبه بالعياذ بالله الانحرافات، فيقول له: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدقه يصدقه، هو الشيطان على صورة تلك القبيحة. فيأتي ويقول: أنا النبي عليه، لا يستطيع أحد أن يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبعد موته انقطع الوحي من السماء وأكمل الله الدين، وقد قالت بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت أو التي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءها الصديق الفاروق زائرين لها فبكت، فقالوا لها: ما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله لرسول الله خير؟ قالت: بلى، ولا أبكي لأنني لا أعلم أن ما عند رسول الله خير، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. انظر إلى الفقه، ما هو فقه ابن حفيظ هذا المغفل، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. عاد في وحي، خلاص انتهى الوحي من السماء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل ما أراد الله من التشريع للعباد مما يتعبدوه به، فليس هناك شيء يتعبد به ربنا سبحانه إلا بما جاء عن رسول الله يقظة. هذا الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نتعبد به ربنا سبحانه وتعالى. وأما ما جاء عن طريقه على ما يزعمون بعد موته فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بهذه الذي أتى بها ابن حفيظ، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا وكذا. حتى لو رأى في النوم، لو رأى في المنام وأنه قال له افعل كذا وكذا، ما يندرج في أصول الشريعة، وليس مما دلت عليه الأدلة، بل خلاف ما دلت عليه الأدلة، لا يجوز أن يصدق هذا الكذاب، هذا ما هو رسول الله أتى أبدا. أصول الشريعة تدل على أنه لا يأمر بهذا ولا يحث على هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. فلا يصدق كل من قال رأيت رسول الله حتى لو قال في المنام، قل اعرض ما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرك، فإن اندرج تحت أصول الشريعة ودلت عليه الشريعة فنعمه، فقد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان على سبيل التنصيص أو على سبيل الإشارات والأدلة العامة. أما يأتي بشيء بدعة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المولد جيد ما في مانع، والزوامل في المسجد طيبة ترزحوا، هاتوا المدروف وهاتوا الطبول، وهذا من أبر الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ما عليكم الوهابية، هكذا قال لي،
ما عليكم الوهابية، هذا أمر طيب، هذا فاجر وكذاب. والناس صدقهم، والله تصدقهم، قالوا معهم نعال النبي صلى الله عليه وسلم يا كذبة، ومعهم شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم جبة النبي عليه الصلاة، كل ذلك كذب. فلم يبق من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كما نص أهل العلم. كانت الجبة موجودة أو الشعيرات التي معهم، سلمة أعني الشعيرات، وحتى الجبة ذكرها، ثم ذهبت بعد ذلك. فلم يبق شيء من آثاره الحسية عليه الصلاة والسلام، بل بقيت آثاره الدينية ينبغي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها إلى قيام الساعة، لا تذهب ولا تندثر. وأما هذه الآثار الحسية من شعر ومن نعال ومن جبب، كل ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوائم الكذب الصوفية ومن؟ والرافضة. قال ابن حزم وهو يئن من الصوفية والرافضة: ما ابتلى الله الإسلام بشيء ما ابتلاه بالصوفية والرافضة. وصدق والله إنهم أعظم بلوى على المسلمين، الصوفية والرافضة أعظم بلوى، فلا بلوى أعظم من بلوى الإسلام بالصوفية والرافضة. بوابة الشر، البوابة التي دخل منها أعداء الدين الصوفية والرافضة من قبل ومن بعد، والآن في عصرنا هذا الإخوان المسلمون والدواعش والقاعدة، وهم الإخوان المسلمون نحسن نجملهم، فهم منهم وإليهم. هذه ثلاث بوابات يدخل أعداء الدين على أهل الإسلام منها. الصوفي باب من أبواب دخول أعداء الدين على أهل الإسلام من الفرنسيين ومن غيرهم من احتلوه. وهكذا أيضا الرافضة دخل هناك، دخل التتار عن طريق الرافضة، عن طريق ابن العلقم الخبيث. والإخوان المسلمون الآن أدخلوا اليهود، وأدخلوا من أدخلوا والعياذ بالله من النصارى ومن العلمانيين والاشتراكيين على المسلمين، طائفة ينطوي تحتها الغث والسمين، وينطوي تحتها الطيب والبطال، والمسلم والكافر، والمسلم والكافر ينطؤون تحت طائفة الإخوان المسلمين. حتى ذكروا أن بعض النصارى كان سكرتير لحسن البنا، نسأل الله العافية، وعمر بن الخطاب زجر أبا موسى لما اتخذ كاتبا، قال: يا أمير المؤمنين لنا كتابته وخطه وما علينا من دينه. وزجره أن يغير هذا الكاتب ولا يستعمل هذا الكاتب الذي يكتب، لو إن كان خطه جميل تركه أتغيره، لأن الناس تغتر يا أخوان. وهؤلاء ينطوي تحتهم الإخوان الصوفي والرافضي والاشتراكي والعلماني، كلهم ينطوون تحت هذا الحزب الخبيث، فهم بوابة الشر في زماننا هذا أيضا، ممن دخل أعداء الدين على المسلمين أكثر دخولا الآن، إن لم يكونوا بعد الرافضة، فالذي يظهر أنهم قبل الرافضة دخل أعداء الدين عن طريق الإخوان المسلمين في زماننا هذا. حتى الرافضة الناس يغلونهم يبغضونهم، والله ما يستطيعون يدخلون عن المسلمين، لكن دخلوا عن طريق الإخوان المسلمين. واليهود والنصارى واحتلوا البلاد وابتزوا الخيرات علينا، وصاروا يتحكمون في ثرواتنا وخيراتنا البحرية والبرية، صاروا يتحكمون فيها، وصاروا يستعملون أجواءنا وبحرنا وبرنا عن طريق الإخوان المسلمين. طريق الإخوان المسلمين هم الذين أدخلوهم بالثورات والانقلابات وبالفتن والعياذ بالله، والله ما استطاعوا يدخلوا. أيام علي عبد الله صالح على ما تعلمون فيه، والله أنه ساد باب على أمريكا وعلى غيرهم، ولا أحد ينكر ذلك إلا رجل مجادل بالباطل، ساد باب عظيم، يحاول يراوغ، يحاول يضحك عليهم، يكذب عليهم، المهم ما استطاعوا يسيطروا على البترول ولا يسيطروا على شيء من هذه الأشياء. حتى جاء الإخوان المفلسون كما يقال، أفسدوا العباد وابتزوا الأمن والأمان على الناس، والله فلا يثق بالإخوان إلا واحد مغفل. صاروا مبغوضين عند العامة فضلا عن الخاصة، صاروا مبغوضين عند العامة فضلا عن الخاصة، ما صار أحد يرتاح لإخوان المسلمين، لأنهم أجرموا في البلاد، أفسدوا فيها وأكثروا فيها الفساد، فلذلك الناس صارت تبغضهم ولا تحبهم. والله لو جلسنا عمر نوح ونحن نشرح الناس للإخوان المسلمين، نشرح للناس الإخوان المسلمين ما صدقونا، لكنها الفتن تبين للناس المحق من المبطل، والعميل ممن هو مستقيم على دين الله سبحانه وتعالى.
فصدقوا الناس ما كان يقول أهل السنة في الرافضي في الصوفي في العلماني في الإخواني، صدق الناس بعد إيش؟ بعد ما أفسدوا وكثر فسادهم في الناس، صدق الناس أن ما يقول أهل السنة والصواب. فهذه الثلاث طوائف هي التي أدخلت أعداء الدين على المسلمين، فمن هي؟ الرافضة والصوفية والإخوان المسلمون في عصرنا هذا، أدخلوا بلى علينا. والله لله الحمد، ما دخل شر على المسلمين من طريق أهل السنة من قبل ومن بعد، لأنهم يحملون الكتاب والسنة ويعملون بالكتاب والسنة ويدعون الكتاب والسنة، اللذان هما الخير المحض، اللذين هما الخير المحض للمسلمين. فالذي يدعو بدعوة الكتاب والسنة ما يأتي الشر من جهته أبدا، بل يأتي الخير. والذي تخلى عن الأصل الأصيل والأصول، إيش من خير سيأتي من جهته؟ يأتي إلا البلاء والدمار على الناس. على مر التاريخ لا تعلم فتنة أقامها أهل السنة على المسلمين أبدا، لا تعلم فتنة أقامها أهل السنة على المسلمين، ولا شر أحدثوا عليهم، ولا دخل عدو على المسلمين عن طريقهم. فاسحوا له المجال، افسحوا له المجال، تفضل دخل على المسلمين، بل يحذرون وهم درع أهل الإسلام. وهذا على سبيل المثال المنظمات الآن، من يحارب المنظمات وينصح المسلمين؟ أما أصحاب الجمعيات فهم الذين يأخذون أموال المنظمات ويوزعوها، وهم الذين يقومون بالتوزيع، أصحاب الجمعيات والإخوان المسلمون، بل البرامكة والله أخبرنا بذلك أنهم أيضا ممن يأخذ هذه الدقيق والبر وحق المنظمات الخبيثة ويقوم بتوزيعه، دنيويون. صار هؤلاء يحدثون البدع من أجل الدنيا، والقلقلة على السلفيين من أجل الدنيا، وأول فتنة خرج بها الخوارج من أجل الدنيا، عدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ابن كثير أول فتنة أحدثت على المسلمين من أجل الدنيا، خرج أهلها من أجل الدنيا. ولا إيش يعني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معنى ما تعطينا مثل ما تعطي فلان، قام ثورة ويريد أن يقيم ثورة لكنه قمع، ذاك الوقت ما يستطيع أحد يقيم ثورات على الناس،